اوعي تسيبي هارون يا علي، لازم ترجعي فلوس امك مني وتسجلي كما انت بقيت وزير وكل كلمه محسوبه عليك. في يدنا ايه نعمله ما عملناهوش؟ في يدنا كتير. يعني هو هارون اللي ورا اللي حصل لعلي؟ عايز الرأي العام يقول علينا ايه؟ خالد الشهيد هجيب لك حقك من اللي عامل فيك كده، بس كله بأوامر. هارون وحمدان دول شياطين. مش هأمن السرايا لما اخد حقي مني. اكتم يا بنت، سبق وقلت لك اتكلم معايا بالادب. لو قتلتك دلوقتي هقضيك. نصرة رجعت بيتها وهي قاعدة على كرسي معجل. سلسلة دم الجزء الأخير على NBC مصر. رمضان يجمعنا.